تصور معي أن هذا الموقع ستربح منه من مشاهدة كل هذه الفيديوهات، وأيضا طريقة حصرية لم تشرح في اليوتيوب بالتفصيل. أول شرح في المحتوى العربي كيف ستربح من آلاف هذه الفيديوهات. أيضا سيتم السحب سواء بالبيتكوين، باي بال، إيثيريوم، باير، عملات الكثيرة، بطاقات بيتكوين كاش، بيرفكت موني، الكثير الكثير من الأشياء ولو لم تملك حساب باي بال. تابعنا في هذا الشرح. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة للربح من الإنترنت فقط من مشاهدة الفيديوهات. نعم، هذا الشرح حصري. لماذا؟ لأن كل المواقع التي تم شرحها من قبل لن يخبرك على الطريقة الصحيحة للربح من مشاهدة الفيديوهات بدون RDP، بدون VPN. RDP نعم جيد لأنه تستطيع الربح منه من استطلاعات رأي، لكن هذه الطريقة إخواني مجانا سأريك الخدعة التي لن تشرح ولن يشرح أي أحد. لماذا؟ لأنها ربحهم الخاص، من لديه انترنت واي فاي أو بلا حدود يستطيع وضع الحاسوب الخاص به أو الهاتف، يتسجل في الموقع في المواقع التي سأشرحها لك، تضع الهاتف أو الحاسوب، يعمل في الفيديوهات ويقوم بتحويلها لك إلى أرباح بهذه الطريقة البسيطة. قبل بداية الشرح أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلك كل جديد. أيضا لا تنسوا دعمنا بالوصول إلى 20,000، ولكي نقوم باختيار الفائزين في التعليق من الجائزة التي سنقدمها أو الهدية البسيطة التي سيستفيد منها الجميع وهي مشروع خاص بك. جيد، نتوجه للشرح. أول شيء إخواني كما شاهدنا في بداية الأمر ستقوم بالربح من هذه الفيديوهات كما شاهدتم، هذه الفيديوهات كلها ستربح منها. هذه الفيديوهات بطريقة بسيطة ستمكن من ربح آلاف الدولارات من فقط مشاهدات، كما شاهدتم هنا أكثر من 1300,000 مشاهدة، أو هنا منذ 3 أشهر 949. أيضا الكثير من الأشخاص يقومون بمشاهدة هذا الموقع. لماذا؟ لأنه سيقدم لك أرباح كما شاهدتم هنا. جيد، فيديوهات لا نهائية، الأشخاص يقومون بوضع هذا الفيديوهات هنا، يروجون لمنتجات، يقومون بوضع إشهارات لشركات والكثير من الأشياء. هذا الموقع الطريقة بسيطة للربح. أي موقع التي شاهدتموها في الإنترنت للربح من مشاهدات الفيديو فهي مواقع صحيحة، لكن الأشخاص عندما يشرحونها لا يوضحون لكم الفكرة. الفكرة أنك ستتوجه إلى هذا الموقع هيد أوت تي في لتسجيل فيه، فتح حساب في هذا الموقع. لماذا؟ لأن هذا الموقع أي موقع يريد الحصول على شراكة مع هذا الموقع، وبالتالي هذا الموقع يقدم نقاط والموقع الآخر سيحصل على الأرباح. سأوضح لك الفكرة فيما بعد، أعلم أن الجميع لم يفهم لكن تابع معي. ستضغط على سين أب وتسجل بطريقة بسيطة في هذا الموقع عن طريق الفيسبوك أو الإيميل الخاص بك. هذه واجهة التسجيل ببساطة، فيسبوك أو معلومات بسيطة، تفعل إيميل خاص بك، تختار هذا الخيار أكثر من 13، وهنا تضغط على الكاباتشا التسجيل. بعد التسجيل ستجه الواجهة كما تشاهدون هنا، هنا أبلود عندما تدفع، أيضا عندما تقوم بمشاهدة عدد من الفيديوهات ستظهر لك هذه الخانة، تستطيع تحويل النقاط إلى فيديوهات، تحميل فيديوهات وبالتالي حصول على مشاهدات جيدة. نحن ما يهمنا وهو ترانسفير بوينت. جيد، ترانسفير بوينت إخواني هنا ستشاهد المواقع الكثيرة التي يستطيع تحويل النقاط إليها، وهنا بارتنر يعني شراكة، وبالتالي الموقع الخاص ستسحب منه، مثل موقع شرحته من قبل timebook.com، فهو موقع أيضا كما تشاهدون تستطيع الربح منه، وأيضا يتحصل على 5 أو 6 مليون مشاهد زيارة شهرية. هذا الموقع تستطيع الربح منه مشاهدة الفيديوهات، فقط يكفيك مشاهدة الفيديوهات هنا وتحويلها إلى الموقع كما تشاهدون تم إضافته هنا، أو هذا الموقع، أو هذا الموقع الذي سنشرحه هنا، هذا هو الموقع الذي سنشرحه كما تشاهدون. تستطيع الربح منه من العروض، من الأوفر وال، الأوفر والريفيرال والفيديو. فهذا الموقع ببساطة عند الضغط على إيرن أو الهوم الخاص به، هنا الهوم، سنضغط على الهوم لنشاهد طريقة العمل الخاصة به هكذا.
فقط سأقوم بالدخول إلى المتصفح الخفي لأنني متسجل فيه هنا. عند التسجيل سأترك لك رابط لتحصل على 500 نقطة فقط مجانا. جيد، واجهة الموقع كما تشاهدون بسيطة. عندما تضغط على واجهة الموقع الرئيسية ستجدها أنها إكمال عروض بسيطة ثم أو مشاهدة فيديوهات ثم نقاط تحول إلى أرباح. هذه الأرباح تسحبها ببساطة بأي شيء تريد كما شاهدنا هنا. هنا تستطيع سحب كل شيء، كل شيء إخواني، الكثير من العروض، وأيضا حسب الدول يدعم كل الدول سواء العربية، ألجيريا، تونس، المغرب، مصر، السعودية، الإمارات، الأردن، سوريا، لبنان، كل دول العربية، اليمن، السودان، أي دولة عربية تستطيع سحب أرباحك سواء بطاقة أمازون أو مثلا حساب باير. تستطيع فتح حساب باير والسحب الأرباح إلى هنا، وأيضا بيرفكت موني، بطاقات، هدايا، أي شيء تريده إخواني كما تشاهدون. وأيضا توجد الكثير من الصفحات. طريقة التسجيل، تضغط على ريجيستر من الرابط الخاص بك لتحصل على نقاط 500 نقطة، أعتقد 500 نقطة أو 100 نقطة. هناك كما تشاهدون أنا تسجلت من منتدى أجنبي 100 نقطة. جيد، العروض أستطيع الربح من السيرفي، الأوفر وال، الأوفر والبروموشن والريفيرال. نحن ما يهمنا الضغط على الفيديو. تابع جيدا كيف سأعمل. أنا لن أعمل نهائيا على هذا الموقع، فقط هذا الموقع سأسحب منه الأرباح الخاصة بي. كيف ذلك؟ هذا ما سنشرحه في هذا الشرح. كما تشاهدون إخواني، عند الضغط على إيرن عن طريق الفيديو، الربح عن طريق الفيديو، فهو يخبرك الطريقة الأساسية. هنا كل 3 إعلانات في موقع هيد أوت كما تشاهدون، هيد أوت تي في الذي شرحناه منذ قليل وفتحنا حساب. ليس فقط هذا الموقع، تستطيع هذا الموقع تستطيع ربطه مع الكثير من المواقع، من بينها المواقع العالمية انستا جي سي، يسن، أيضا مواقع كثيرة. وهنا الموقع الأخير الذي شرحناه، تيب بوكس، تايم بوكس، الكثير من المواقع تستطيع إضافتها كطرق للسحب، تحويل النقاط إلى هذا الموقع وسحبها. نحن اخترنا هذا الموقع لأنه يقبل كل الدول العربية. ستقوم بإنشاء حساب، نحن أنشأناه في بداية الأمر، وبعدها تشتغل. بعدها ريدمي يور بوينت، ستقوم بتحويلها فيما بعد. هنا أنا الأيدي تم ربطه كما تشاهدون، هذا هو الأيدي الخاص بي. ماذا أفعل؟ سأتوجه إلى هذا الموقع، أضغط على هيد أوت تي في وأقوم بمشاهدة الفيديوهات. أضغط على أي فيديو، مثلا هذه اللعبة أو هذه اللعبة، سنختار مثلا هذا الفيديو. هنا كما شاهدتم، هنا الموقع يخبرك أن كل 3 إعلانات بخمسين نقطة، كل 3 إعلانات بخمسين نقطة. جيد، أنت عندما تدخل إلى أحد الفيديوهات ستشاهده كما شاهدتم إخواني. تستطيع ترك هذا المشغل هنا، تقوم بإنقاذ سرعة الإنترنت من هنا، تضعها 144. هنا سرعة الإنترنت، أنا الآن بطيء، أنا أشيء، أقوم بوضعها مثلا 240 وأقوم بتركها تتمشى لوحدها في الليل. وهنا النقاط سيتم جمعها. بعدها إخواني تضغط على ريديم. بعد ظهور إعلانات ستظهر الكثير من الإعلانات، تستطيع مشاهدة الفيديوهات أوتوماتيكي، نكست أب كما تشاهدون، يشاهد وتحصل على نقاط وستحولها في هذا الموقع أو أحد المواقع التي شرحناها هنا. هنا تستطيع تحويلها في أحد المواقع كما أردت أخي أختي. الآن أو الضغط هنا ترانسفير بوينت لتحويلها إلى أحد المواقع بالضغط على لينك إن، تقوم بربطها بأحد المواقع. جيد، أنا تم ربطها هنا. بعدها إخواني ستجد النقاط هنا وتحولها من هنا، تضغط على ريدمي بالونس يتحول مباشرة إلى هذا الأيدي. تقوم بوضع الأيدي هنا وتضغط على أونتري، يتم تحويلها. جيد، هذا بالنسبة إلى هذا الموقع. هذا الموقع تستطيع الربح من عروض أخرى كثيرة، من بينها إخواني استطلاعات الرأي إذا أردت، الأوفر، الريفيرال إذا أردت، والسحب الأرباح كما قلنا عندما تصل عدد معين، مثلا 100 نقطة، عفوا 30,000 نقطة، تضغط على سيلكت هنا وتسحب الأرباح. تستطيع 1,000 نقطة تستطيع فقط جمعها في ليلة واحدة، في ليلة واحدة من هذا الموقع، ليلة واحدة تستطيع سحب الأرباح. وإذا أردت قيام بالأوفر تستطيع إكمال أوفر إذا أردت العمل، لأنها
أنا دائما أظنها صعبة نوعا ما. هنا استطلاع رأي بسيط، وهنا أيضا تيم بوكس، الموقع الذي شرحته من أقوى المواقع، تقوم بإكمال الأوفر وتحصل على 1200 نقطة، تقوم بتثبيت اللعبة وتقوم بالتوجه إلى الليفل رقم 3. هنا ستحصل على 7 نقاط. شرط أن تقوم بتشيل من رابط هذا الموقع، تضغط على ايرن وتقوم بتثبيتها. جيد، بعد أن تثبتها هنا يعني الكويز، تستطيع الربح من الكويز، أي شيء تريده تستطيع العودة واختيار أحد العروض، مثلا السيرفاي، تحصل على عروض كثيرة وبداية الربح كما تشاهدون. هنا شاهد هذا العرض، ستكمل هذا العرض تحصل على نقاط، وبالتالي هذه النقاط ستحولها بطريقة جيدة إلى أرباح، كما قلنا باي بال أو أي شيء. هنا السيبورت تستطيع التواصل معه، الموقع موقع عالمي، تحصل على أكثر من 500,000 زائر شهريا، وأيضا طريقة بسيطة للربح من الموقع وأيضا الأرباح. وفر لنا الموقع الكثير من الطرق لسحب الأرباح، شاهد هنا جيم بوينت، تستطيع سحب ألعاب فري فاير، بوبجي، أي شيء تتصوره ستجده هنا. هنا أعتقد مثلا عند الضغط على باي بال، تضغط على سيلكت، يجب أن تصل إلى الحد الأعلى. هنا 3 دولار، 30,000 نقطة، وهنا 5 دولار، 50,000 نقطة، وهنا 10 دولار ب100,000 نقطة. ولكنه صادق إخواني، 100 نقطة فقط بمليون نقطة، تستطيع العمل في هذا الموقع ليلتين أو 3 أو أكثر من أسبوع، دعنا نقول أسبوع إخواني. وهنا كل ما كان الفيديو في هذا الموقع كملاحظة، كلما كان الفيديو كبير، 11 دقيقة أو 10 دقائق، ستحصل على إعلانات كثيرة. وهنا الإعلانات، كلما كثرت الإعلانات، 3 إعلانات ب50 نقطة. هنا تستطيع الضغط على هاو إت ورك لتشاهد ثمن إعلان، 3 إعلانات ب50 نقطة، يعني إذا كان الفيديو طويل وتحصلت على أكثر من 10 إعلانات في فيديو، تصور الأرباح التي تحصلها من فيديو واحد. هذا هو شرح اليوم، أرجو أن يعجبكم. أي تعليق أو عفوا أي تساؤل ضعوه في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.